كلينكس على نفس الترابيزة اللي بتمسحها كل يوم. بجد ممتاز يا عبدو. وهتمسك كوباية وتبص فيها، بعد كده هتعمل لنفسها كوباية شاي أخضر. برافو عليك يا عبدو. وترجع مكتبها وتبصلي وتقول في ترابيزة مش متنظفة كويس يا عبدو، خلي بالك من شغلك. ها، عايزين نفضل مركزين. اوكي. صباح الخير يا حنان. صباح الخير يا دنيا. ازيك؟ الحمد لله. مستحيل تعرف تبتدي يومها من غير يوجا. دنيا هي رئيسة قسم الديزاين في الشركة، طيبة قوي، مركزة في البيئة ومبدعة، بس فيها عيب واحد. بحس انها عبيطة شوية. تعرفي حنان، انا بكره يوم التلات ده قوي. ليه يا دنيا؟ مش عارفة، بس ما بيناسبش برجي ده ابدا. وايه بقى اليوم اللي بيناسب برجك؟ اليوم التاسع في الاسبوع، بس كل مرة الأسبوع يطلع فيه 7 أيام بس. دنيا بتؤمن بالأبراج، وده بيخليها مزاجية جدا. مش عارفة، يمكن علشان شغلها ديزاين. صباح الخير. صباح أنا مش عارفة عز ده بيشتغل في التسويق والمبيعات إزاي؟ بتنقصه الطاقة، يمكن علشان ما بيعملش رياضة وبيشرب قهوة طول اليوم. مش كفاية قهوة يا عز، اشرب يا ابني شاي أخضر أو اشرب لك مية سخنة يكون أفضل. بحس إن هو كتير بيكذب، لكن ساعات بحس إن هو بيفهم في البيزنس أكتر مننا كلنا. بس حنان فايقة له كويس. ما تنساش تكلم شركة سبيس يا عز. انا مش ناسي حنان. كتير من الوقت بحس ان عز زهقان من شغله، وبصراحه بحس انه حلمه يبقى مدير، بس عنده مشكله رئيسيه، ما بيركزش. عز، هي اسمها ايه الشركه حنان؟ اوف، قالت لك سبيس. لا، ما انا عارف، انا بسال بس عشان اعرف اسمها العلمي. يعني اسمها العلمي؟ هي دوا يا ابني. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. هو ده العبقري بتاع الشركة، بس مش لاقي حد يوجهه. رئيس قسم الاي تي وقسم البرمجة، يمكن لو كان في مدير مناسب كان خلاه يعمل حاجات هايلة، بس برضو عندي شك في قدراته. ما وصلنيش ولا ميل من امبارح يا ضيا. ولا ميل وصلك من امبارح؟ ايوه. يا نهار ابيض، دي مشكله خطيره جدا. ولا ميل؟ طيب ليش، هبعت لك ايميل دلوقتي حالا. وانا بشحت منك ايميلات؟ بقول لك ايميلي عطلان. ايميلك عطلان وانا ميكانيكي اصلح لك ايميلك؟ ايميلك عطلان ابعت لك ايميل ازاي وايميلك عطلان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تقولي كلام غريب جدا. بين الجنون والعبقريه شعره.
حنان دي بقى حاجة تانية خالص، هي اللي ماشيانا صح، حضور وانصراف وبيئة مريحة، مديرة مكتب ما حصلتش، بس عندها شوية عنف. أنا عمري ما شفت بنت بتلعب كاراتيه وكمان بتركب موتوسيكلات. مشكلتي الوحيدة معاها إنها ما بتفوتش حاجة خالص. دلوقتي هتسألني عن تقرير المبيعات اللي طلبته نادي عز، عايزاه في خلال 5 دقايق. ها ماشي أوكي. أنا مش عارف هم عايزين مني إيه. عايزين مبرمج؟ أنا رئيس قسم البرمجة. عايزين حد مسؤول عن الكمبيوتر؟ أنا مدير الآي تي. أشك إنهم هيعرفوا يعملوا حاجة من غيري. يمكن لو كان ضياء متعلم كانت شخصيته هتبقى أحسن شوية. فنياً هو شخص ممتاز، لكن في حاجة لله كده، مش زي عز. بحس إن عز كده مخبي حاجات كتير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. يا صباح الخير يا اللي معانا. عارفين ايه اكتر حاجه بتخليني مبسوطه؟ اني ما اشوفش حد فيكم. ما اشوفش حد فيكم جاي متاخر، لحسن تفهموني غلط. صباح الخير يا دنيا. صباح الخير يا حنان. صباح الخير يا نادي. جايين بدري طبعا عشان النهارده هو يوم الاب. قلتيلي وانا اقول جايين بدري ليه؟ هما فعلا يوم الاب بيجوا بدري جدا. ادي يا ستي جدول اعمال النهارده، اتفضلي. وريني بقى كده. ميرسي يا عبد. تحت امرك يا استاذ. مديرة طيبة جدا، لكن زي عوايدها هتغير كل الجدول. أنا بحب نادية قوي، لو مش هي المديرة ما كنتش فضلت في الشركة دي أبدا. بس أنا مش عارفة هي إزاي بتوازن ما بين الشغل وبين أولادها الاتنين. طيب طيب. أيوة زينة، في حاجة؟ طيب ادهولي. لحمامتك يا نونة. نونة يسأل نونة. بلا 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 بلا. أسي. بلا 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 بلا. أسي أسي أسي. حبيبة ماما دودو. روح ماما دودو. أنتي بطيتي. أنتي أنتي وزيتي. أنتي. هيا زينب سكت. أوكي يا حبيبتي، لو عمل حاجة تاني كلميني. مع السلامة. مش فاهم إيه اللغة دي، بس فعالة في بعض الأحيان بتستخدمها معايا أنا وبسكت برضو. هي بس لو لسانها مش طويل ما كانتش اتطلقت. يا أستاذ عز، زي حضرتك طبعا برضو ما كلمتش شركة سبيس. أنا عارفة، على فكرة أنا قلت لك 5 مرات. أعمل إيه تاني؟ أخلي عبده يكلمهم ولا أخلي بقى ضيع وخلاص؟ أنا كنت مستني لما يفتحوا بس. أهم فتحوا. نادية دايما مستقرضاني. الإهانة دي رقم 1 من 20 إهانة نصيب اليومي منها. بس طيبة، أنا عارف إنها ما بتقصدش. أوكي حنان، أنا عملت شوية تعديلات بسيطة كده، من فضلك عدلي الجدول واطبعيه وهاتيهولي. عن إذنك. أوبس. هنسى الشاي. ادي كل الحكايه يا دكتور معي. من 3 سنين انا ومجموعه من شركائي فتحنا الشركه دي، شركه برمجيات وتصميم. المفترض ان طبيعه الشغل ده مطلوب جدا في البلد دلوقتي في المرحله دي، بس مع الاسف الشركه مش بتكسب. الشركه بتحقق خسائر مستمره بقالها 3 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. 3 سنوات متواصل مع الاسف. غريب غريب. 3 سنوات عاده الشركات يعني بتدارك حالها من السنه الاولى الثانيه، بس 3 كتير. طب انتوا فهمتوا ليش؟ في الحقيقة دكتور انا ما انتبهتش الموضوع ده الا من 2 أسبوع بس.
الشركة دي شركة صغيرة جنب مجموعة الشركات الكتير اللي أنا بمتلكها. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طبعا أكيد الشركات التانية ربحانة يعني. لا خسرانة كلها بتخسر. مش عارف العيب في مين، العيب فيا أنا لا سمح الله طبعا، لا سمح الله، ولا العيب في الناس اللي بيديروا الشركات بتاعتي. طيب شو ناوي تعملوا؟ انت عارف طبعا ان نادية تبقى بنت اعز صديق لوالدي الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم والدها طبعا، هما الاثنين اتوفوا. الله يرحمهم الاثنين. والدي قبل ما يموت وصاني قال لي يا حمدي لو هتعمل شركة خلي نادية تمسك المديرة بتاعت الشركة وانا اكتفي بالادارة لان انا طبعا صاحب راس المال. طبعا وصية الوالد لازم انك تحققها يعني ما في مجال. طيب شو انا بقدر افيدك حمدي؟ في الحقيقة دكتور احنا فكرنا كمجلس ادارة ان احنا نستعين بحضرتك، حضرتك طبعا خبير ادارة واداء مؤسسي فتقدر تساعدنا في ان احنا نعرف ايه السبب اللي خلى الشركة بتاعتنا دي تخسر. تمام، انتوا عندكم مجلس ادارة؟ انا. انت مجلس ادارة؟ كفاية. طبعا كثير حتى يعني محلك انا بمسك 4 مجالس ادارة. الحمد. الله يعطيك العافية حمدي. انا يعني شوف انا بعتقد انه هاي الشركه بتعاني من المشاكل اللي بتواجهها كل الشركات الرياديه. المشكله عندي انه انا وقتي ما بيسمح لي اني يعني انفق وقت كبير على الاستشارات، انت عارف. فاتمنى انك يعني تعذرني، ما بقدر. احنا عارفين ومدركين ان حضرتك ما عندكش اي وقت، بس احنا مش هناخد من حضرتك وقت كتير، يا دوب بس تبص بصه بسيطه على اللي بيحصل في الشركه، وحضرتك طبعا خبير في الرياده ومش هنحتاج من حضرتك غير شويه يعني 8 ساعات في اليوم 7 ايام في الاسبوع، مش كتير. لا مش كتير. بتحب انام بالشركه عندكم؟ لو حضرتك تحب يا ريت. والله يا حمدي انا بعتذر منك، انا للاسف ما بقدر. اسف يا دكتور. والدي الله يرحمه. الله يرحم والدك. قبل ما يتوفى قال لي يا حمدي لو حصل لك اي مشكلة في الشركة اللي ماسكاها نادية خلي الدكتور معن هو اللي يحل لك المشاكل دي. والده يعني والدك برضه هو اللي وصاك على الموضوع هذا؟ وصية الميت لازم تحترم. 100% 100%. والدك بيعرفني؟ لا ما بيعرفني. سمعتك سبقاك يا دكتور. عشان جميل. والدي الله يرحمه وصاني قبل ما يموت يا حمدي لو هتعمل شركة حط فيها التمثال ده. ابدا. وصاك الديكور وعلى كل حاجة؟ ابدا. انا شغال على الكتالوج بتاع والدي الله يرحمه. الله يرحم والدك. اتفقنا يا دكتور. يعني ودام وصية والدك انا ما بقدر اقول لك لا. اشكرك يا دكتور بس ما بقدر اتوفر كثير. يعني راح قدر ما استطيع رايح اني امر عليك اعدي عليك نتناقش شوي تعطيني فكرة عن مشاكل الشركة بس مش كثير. شوي يا ريت على الاقل نصلح حال الشركه ونشوف ايه المشكله اللي بتحصل للشركه دي. ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. توكل على الله. يعني اتفقنا يا دكتور؟ اتفقنا. اشكرك. تحياتي. معقول الخبر اللي انا سمعته ده يا حنان؟ ايوه معقول. يا دي المصيبه، معقول الحكايه توصل للدرجه دي؟ حكايه ايه؟ هو ايه اللي حكايه ايه؟ امال بتقولي معقول على اساس ايه؟ سوري معلش يا دنيا مش واخده بالي خالص. ماشي اعد لك من تاني. معقول الخبر اللي انا سمعته ده يا حنان؟ ايوه طبعا معقول. هو ايه بقى اللي معقول؟ ايه اللي انت سمعتي؟ هو ايه اللي بقى اللي انا سمعته؟ مش مهم ايه هو اللي انت سمعتي، المهم انت سمعتي الخبر من مين؟ من عز. يبقى ما تصدقيش الكلام ده مش صحيح. بجد والله انا برضو ما صدقتهوش بس هو اكد لي. طب يا ستي قولي لي بقى ايه هو الخبر علشان اقول لك هو صحيح ولا مش صحيح. اعيد لك الموضوع تاني. معقول الخبر اللي انا سمعته ده يا حنان؟ ايوه طبعا معقوله. يا دي المصيبه. وهو ده الخبر يا ضيا. ايوه ايوه بقول لك خبر يودي في 60 داهيه تقولي في الاخر ايوه. بقول لك غير ايوه.
يغير ايوه ممكن يتقال. في المواقف اللي زي دي لازم الواحد يبقى له رد فعل كبني ادم طبيعي، يعني تندهش تتوتر اي حاجه. هقول لك الخبر من اول وجديد وانت بقى يعني حسسني انك بتسمع مني خبر جامد. يا ضياء احنا هنتشرد، عايزك تندهش تتوتر تكتئب مرة واحدة. تلاتة مرة واحدة. مرة واحدة. ده انت جميل. يلا سيب اللي في ايدك بقى، يلا خلص وركز. نعم نبدأ بالاندهاش، وريني الاندهاش. وريني بقى الاندهاش. كتير؟ اندهشت كتير؟ انت بدأت تندهش اصلا؟ انا نويت اندهش لقيت في تنميل في شعري، بس هو ده الاندهاش ولا ايه؟ واضح ان انت حافظ مش فاهم. تعالى لي انا بقى، انا راجل بتاع تسويق ومبيعات يعني بفهم كويس جدا في البادي لانجوج. اسمع يا سيدي، اندهش الاول، عايز العينين تتفتح على الاخر كمان، تمام، وعايز النني من جوه يبقى فيه اتساع حدقة عين. حلو قوي. نقفل بقى الجفن الشمال شويه، ايوه، وعايز البق ده الشفايف اللي تحت دي تيل داون لتحت. يعني ايه بالعربي؟ يعني تنزل تحت تيل داون، لازم تقولها كده تيل داون، وتقوم رايحه شمال راميه شمال. يعني افتح درج؟ هيفتح ويرمي شمال. ايوه بالظبط. لا افتح السنين عن بعض. ايوه تحفه. الايد اليمين فوق اليمين ليه؟ الشمال 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 هي دي؟ لا التانية دي الشمال. ايوه وفين اليمين؟ اللي هي دي، دي الشمال. ايوه هي إيه؟ فوق والدلدل. اوكي الشمال بقى ترعش ترعش كده، بس تحط عند البطن، تطلع وتنزل تطلع وتنزل. لا انت نفسك ثابت. انا ثابت. انت ثابت. انا ثابت وهي بترعش. ايوه كده اهو، هي بترعش وانا ثابت بالظبط. تمام يا ضياء، انت كده بقيت معتوه رسمي. ففكني يا عز. لا فكك ايه؟ لا لا ايدك، ايه ده؟ ايه ده؟ ايدك فكني يا عز. لا لا معلش علاء، عز فكني، بطل تهريج بقى. لا لا اجيبهم كلهم يتفرجوا عليك الاول. بطل شرطه عيب. مبسوط قوي. فكني يا عز. عز قول انا فاشل. انا فاشل يا عز. بسرعه كده. استسلام سريع. انا فاشل يا عز. بس نزل ايدك الشمال. ليه فين؟ اللي هي اي واحده فيهم. ايه؟ والتانيه نزلها بسرعه. رجع بقك طبيعي. اقفل الدرج، اقفل الدرج، افتح عينك عادي، تقدر تشتغل. الله ينعم. انت مجنون وانا ابني مجنون. انا واقف معاك. ايه ده؟ طب تعالى نعملها تاني. يا بنتي يا بنتي، احنا وضعنا ممتاز بل ومتميز كمان. نادية بتقولي اننا حصلنا على ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين. حقيقي والله؟ طبعا. امال انت فاكرة ايه؟ ويعني ايه الكلام ده يا حنان؟ لا دي انا مش عارفة، بس انا حفظتها كده من كتر ما هي بتعيدها لي. حسيت كده، حسيت ان فيها معنى، فيها حاجة. بس تعرفي باين عليه كده كلام ممتاز. طبعا يا بنتي، وانا اقول اي حاجه مش ممتازه؟ بصي يا دنيا، حصلنا بتعني اننا اخدنا حاجه، وده بقى في حد ذاته شيء كويس جدا. لا وانت مش فاهمه كمان. لا ركزي، الكلام ده فيه ممتاز وتميز. يعني حصلنا اللي انت بتقوليها، يعني خدنا حاجه فيها ممتاز وتميز. برافو عليكي. طبعا احنا خدنا حاجه، وحاجه جامده قوي كمان. يس. يعني ما صدقش كلام عز؟ ابدا. عز بالذات بقى اوعي تصدقي كلامه، فاهمه؟ اوكي. اهي يا ستي ناديه جايه، ولو حبيتي اساليها انت. اوكي مفيش مانع. ايه يا جماعه مالكم؟ في ايه؟ تخيلي يا ناديه، في اشاعه هنا في المكتب بتقول اننا هنقفل الشركه، ودنيا يا ستي مصدقه الاشاعه دي ومكتئبه. قولي لها بقى. ايه العبط ده؟ احنا نقفل شركتنا؟ يعني شركتنا دي تتقفل؟ ايه الكلام البايخ ده؟ يعني بجد يا ناديه مش هنقفل الشركه؟ انت بتقولي ايه يا دنيا؟ قلبك طوعك ازاي تقوليها؟ ازاي؟ ازاي نقفل شركتنا؟ بصوا يا جماعه، انا هكون واضحه وصريحه وشفافه معاكم. الشركه دي مش ممكن تتقفل. استاذه ناديه، انا خلاص بلغت صاحب العماره ان احنا هنقفل الشركه،
واتفقت معاه نديله المفاتيح اخر الشهر. اهو اهو سمعتوا؟ اهو بمنتهى الشفافيه بقول لكم ان الشركه دي هتتقفل. يا شيخه خضتيني، افتكرت ان الشركه دي هتتقفل. طول ما امثالك موجودين فيها لازم تتقفل.